نبيل مبارك، نجم ارتبط اسمه بالفترة الذهبية لنادي عمان خلال التسعينيات. عرفته الجماهير العمانية كواحد من أبرز اللاعبين مهارة في تاريخ الكرة العمانية. اقترن اسمه بالمنتخب الوطني الأول مع المدرب الإيراني الشهير حشمة مهاجراني الذي درب الأحمر بداية التسعينيات. بدأ نبيل مبارك مشواره مع الأبيض العاصمي في الفئات السنية ووصولا للفريق الأول نهاية ثمانينيات القرن الماضي. حقق مع الفريق لقب بطولة الكأس الغالية عام 1994، وهو نفس الموسم الذي شهد الإنجاز الأبرز للسلطنة في المشاركات الآسيوية، حينما بلغ نهائي كأس الأندية الآسيوية لأبطال الدوري بقيادة المجري جوزيف جيلي، وخسر أمام تاي بانك التايلاندي بهدفين لواحد. ضم حينها عمان كوكبه من اللاعبين المميزين أمثال يوسف عبيد وطالب هلال وزاهر سالم ويحيى محفوظ وداود سالم وراشد عبد الله. غادر نبيل مبارك بعد ذلك نادي عمان باتجاه بهلة، وساهم في صعود الفريق لدوري النخبة موسم 2002-2003 مع هلال العوفي مدرب المنتخب العماني للناشئين حاليا. التجربة الأخيرة كلاعب بعد ذلك كانت في صفوف السويق بدوري الدرجة الثانية. خاض مع الفريق مباريات قليلة فقط ليطوي بذلك مشواره كلاعب مع كرة القدم من بوابة النادي الأصفر. حقق نبيل مبارك مع منتخب الشباب بطولة كأس الصداقة عام 1993، والتي أقيمت في مسقط برفقة سيف الحبسي وسعيد شعبان ومحمد خميس وعدد من الوجوه، التي حققت بعد ذلك وصافة بطولة الطائف للشباب. خاض مسيرة حافلة أيضا مع المنتخب الأول، حيث شارك في خليجي 11 بالدوحة وذلك في عام 1992، وخليجي 12 بأبوظبي عام 1994، وقدم حينها الأحمر مستويات لافتة مع المدرب الإيراني حشمة مهاجراني. حقق نبيل مبارك كأس الاستقلال، كما شارك في تصفيات مونديال أمريكا عام 1994 وفرنسا عام 1998، وسجل في كلا التصفيات، وأيضا شارك في تصفيات كأس أمم آسيا عام 1996 وسجل عدة أهداف. نبيل مبارك شخصية رياضية عرفتها الجماهير من خلال المستطيل الأخضر، ويعتبر من نجوم الكرة العمانية الذي أبدع وأمتع وحمل كأس صاحب الجلالة لكرة القدم في نهائي عام 1994. لقبه المذيع الشهير خالد الحربان بالوطواط، وقد لعب بمختلف منتخباتنا الوطنية،